في هذه الحلقة سنبدأ بتعلم الدان الأخير من لعبة الرمح مع المعلم إخوان. ونرفع الصدر إلى الأمام نسبيا. دفع الرمح مع انسحاب القدمين. اسحب القدم اليسرى إلى الوراء وادفع الرمح إلى الأمام، ثم أرجع القدم اليمنى وفي الوقت نفسه ارفع الرمح فوق الرأس. حسنا، مرة أخرى. الرمح إلى الأمام. دفع الرمح مع انسحاب القدمين. ارجع القدم اليسرى وادفع الرمح إلى الأمام، ثم ارجع القدم اليمنى وارفع الرمح فوق الرأس. انتبه، عليك أن تدير الخصر قليلا عند رفع الرمح فوق الرأس، هكذا. عند التمرن على هذه الحركة علينا أن نعمل على تناسق حركات الرمح مع القدمين. حسنا، مرة أخرى. دفع الرمح مع انسحاب القدمين. الشق بوقفة دين. تقدم خطوة بالقدم اليسرى، ثم ضع رأس القدم اليمنى بجانب القدم اليسرى، وفي الوقت نفسه قم بشق الرمح. حسنا، مرة أخرى. دفع الرمح بانسحاب القدمين. إن حركة دفع الرمح هي حركة هجومية تهدف إلى مهاجمة الجزء الأسفل من الجسم أو ما فوق الكتفين لإزاحة العوائق أمامنا. عند القيام بهذه الحركة علينا أن نحرك اليد اليسرى فقط ونبقي اليد اليمنى ساكنيا. عندما نقوم بالشق بوقفة دين علينا أن نتمرن على الشق بقوة حتى تصل قوة الجسم إلى رأس الرمح، وعلينا أن نمد الذراع اليسرى قليلا فقط. الشق بالوقفة الفارغة. تقدم بالقدم اليمنى إلى الأمام واقفز إلى الناحية اليمنى في الوقت نفسه، ثم شق الرمح إلى الأسفل لتشكيل الشق بالوقفة الفارغة.
حسنا مرة أخرى. الشق بالوقفة الفارغة. فتح الرمح برفع الركبة. استدر إلى اليسار وافتح الذراعين، ثم ارفع الركبة لتقف على الرجل الواحدة. حسنا راقبوني مرة أخرى. علينا أن نحافظ على توازن الجسم عندما نقف على الرجل الواحدة. الطعن إلى الأسفل بوقفة القفز. تقدم خطوة بالقدم اليسرى وحرك الرمح إلى الأمام، ثم تقدم بالقدم اليمنى وافتح الرمح. بعدها تقدم بالقدم اليسرى، ثم اقفز واستدر واطعن في الوقت نفسه. الطعن إلى الأسفل بوقفة القفز. تقدم إلى الأمام خطوة أخرى، ثم تقدم بالقدم اليسرى وافتح الرمح، ثم استدر واطعن إلى الأسفل. عند الطعن علينا أن ندفع الركبة باتجاه الصدر بكل طاقتنا، ونرفع الصدر إلى الأمام نسبيا، ونفتح الذراعين بكل طاقتنا، وذلك سيساعد على توازن الجسم. حسنا مرة أخرى. الفارغة. عندما نشق الرمح في هذه الحركة، يجب أن يكون كف اليد اليسرى متجها نحو الأعلى، وهذا ما يميز حركة الشق هذه عن حركات الشق الأخرى. فتح الرمح برفع الركبة. أهم شيء في هذه الحركة هو الوقوف بثبات على الرجل الواحدة استعدادا للحركة التالية. عندما نفتح الذراعين علينا أن نحافظ على توازن الجسم. الطعن إلى الأسفل بوقفة القفز. الطعن بعد استدارة الجسم هي حركة هامة، وهي تهدف إلى مهاجمة الخصم بشكل مفاجئ. علينا أن نحافظ على توازن الجسم وتناسق حركات القدمين مع حركات اليدين. الطعن بعد استدارة الجسم هي حركة هامة في لعبة الرمح، وهي تسمى أيضا بخوي ما تشيانغ، أي طعن الرمح بلف الجسم فوق الحصان. في القدم أثناء الحروب كانت تجري مبارزة بين فارسان، وكان في معظم الأحيان يتقارعان من على ظهر الأحصنة، وكان إذا تمكن أحدهما في النجاح بتنفيذ الهجوم المباغت باستدارة الجسم، فغالبا ما يكون قد نجح في قتل الخصم أو على الأقل إصابته إصابة خطيرة. دفع الرمح بانسحاب القدمين. الشق بوقفة دين. الشق بالوقفة الفارغة. فتح الرمح برفع الركبة. الطعن إلى الأسفل بوقفة القفز.
لنتمرن على الحركات التي تعلمناها في درس اليوم بشكل متواصل. لاحظوا الحركات المنسجمة بين اليدين والقدمين. لنشاهد معا الحركات المتواصلة من الدان الثالث وحتى الدان الرابع. علينا أن نتمرن على الحركات بجد لكي نتمكن من القيام بها بشكل متواصل وسلس. شاهدوا واستمتعوا بالحركات من الدان الأول إلى الدان الرابع، وفي الحلقة القادمة سنواصل تعلم حركات الدان الرابع من لعبة الرمح مع المعلم خوان، وإلى اللقاء.